مرحبا متابعينا، شلونكم؟ ان شاء الله جميع بصحة وخير وسلامة. طبعا اليوم جولتنا في شارع 120 متر، وهذا الشارع يحتوي على مجموعة مشاريع حاليا يعني هي منتشرة في اربيل. المشاريع هي مجمع آرام على يسارنا، جاشم الليل الأبيض، وأيضا مجمع آزادي نوي. وهذه المجمعات حاليا مجمعات في قيد الانتهاء، يعني آرام خلاص، يعني 700 مشروع خلاص، يعني واستلموا العالم وفي ناس ساكنين بيه. ومجمع آزادي نوي أيضا الفيس الثالث خلصان خلاص، يعني ما بقى 6 شهور ويسلم أيضا الفيس الثاني والأول، هذا عادي بيه ناس ومستلمين. طبعا مشروعين من المشاريع الراقية واللي عليها طلب كثير واللي الناس ترغبه، بسبب كونه موقعه مثل ما قلنا على شارع 120 متر طريق المطار. وسبق وذكرنا ان طريق المطار مرغوب جدا لكل شخص يعني يحب انه يكون عنده عقار يكون سعره ثابت ويصعد يرتفع مو ينزل. وايضا اذا يريد ياجره او يريد يبيع يعني بعد فترة، فهذا المشروع مرغوب كثير. مشاريع الطريق من 120 مطار جدا مرغوبة، ومشروع آرام، مجمع آرام ومجمع آزادين، وأيضا قرية إيطالية 2. طبعا هذا قرية إيطالية 2 لا غنى عنها على التعريف بالنسبة لكل ما يتوفر به من خدمات، وأيضا مساحات المنازل وموقع استراتيجي. طبعا هو هذا دخولية مال 120 القرية الإيطالية 2، لما تجي من شارع 120 مطار تجي تريد تدخل له، منه تدخل له يعني طريق خاص له. وفي اهتمام كثير بهذا المشروع من جميع النواحي. وهذه القرية الإيطالية 2، يعني سويت فيديوهات كثيرة على هذا المجمع، وصراحة المجمع راقي متوفر بكل شيء، خدماته ممتازة، حدائق يعني ماركت، مطعم، قاعة رياضية، مدارس، يعني بيوت، مساحات كثيرة، منطقة هادئة جدا ونظيفة. حتى أسعار هي مناسبة إذا ما تقارن في باقي المجمعات، وأي شخص يكون عنده إمكانية يعني ينصح بهاي المجمعات في إيطاليا 2، مشروع مجمع آرام وآزادي نوي، لأن هي مناطق راقية وأيضا بيها يعني خدمات ممتازة ومتوفرة كل الاحتياجات اللي أي شخص يرغب به. طبعا الأسعار أنا سابق وذكرتها بالفيديوهات كلها، وأي شخص مهتم لشراء أي عقار في هذه المجمعة يتواصل معنا على الرقم اللي راح أخليكم إياه أسفل الوصف. إن شاء الله يكون هذا الفيديو أعجبكم، وأتمنى لكم أوقات سعيدة. تحياتي لكم، مع السلامة.